من الرياض ينضم لنا الدكتور فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة القانون. أهلا بك معنا دكتور. عملية سيف الحاسم، قوات التحالف إذن تقوم بإشهار هذا السيف الحاسم ضد الإرهاب وضد القاعدة في اليمن، بحسب المعلومات لديكم تفاصيل أكثر عن هذه العملية، عن التجهيزات العسكرية أيضا لهذه العملية وعن التوقيت؟ نعم، أرحب بك وبالمشاهدين الكرام. الحقيقة أن هذه العملية بالفعل ضرورية جدا لاستئصال شأف القاعدة من محافظة صعدة تحديدا، التي شكلت تهديدا حقيقيا لعمليات المنشآت النفطية وكذلك الغاز، والذي مفترض أنه يصدر من بلحاف، وبإضافة إلى تأمين حقيقة الطريق البري الذي يربط المحافظة بمحافظات عدن وأبين، ووصولا إلى حضرموت كانت القاعدة تمثل تهديدا كبيرا في هذه المناطق، حتى أنها تقوم بإيقاف يعني الباصات وكذلك وسائل النقل في تهديد حقيقي للمدنيين. ومن ثم فإن قيام قوات النخبة الشبوانية مدعومة بدور بارز للإمارات العربية المتحدة يشكل حقيقة ضربة قاسمة للإرهاب، كما أنه حقيقة يعطي أمل كبير استكمال الإنهاء والإجهاز على الإنقلابيين. هي عملية واضحة التنسيق من التحالف العربي والدور الحقيقي للإمارات في هذا الموقف، يؤكد بأنها بالفعل تقف ضد مكافحة الإرهاب، في إشارة حقيقية للسعي لجعل محافظة شبوة آمنة تماما، كما تم من قبل تحرير يعني كثير من أجزاء محافظة حضرموت، وخصوصا أن يعني حضرموت كانت تعد ربما المدينة الأولى التي يستطيع من خلالها المكلة تحديدا التنظيم أن يفرض سيطرته على الأرض، وأيضا إضافة إلى الريف محافظة شبوة الذي كان يمثل بالفعل انطلاقة لميليشيا القاعدة التي تنطلق من خلالها وتستطيع أن تهاجم القوات الحكومية وتضرب الأمان في هذه المنطقة. بالنظر إلى يعني طبيعة الجغرافية للمنطقة، بالنظر إلى العمليات العسكرية السابقة أيضا ضد القاعدة وضد الإرهاب في المنطقة، يعني المدة الزمنية لهذه العملية العسكرية كم ستستغرق تقريبا؟ أيضا التجهيزات العسكرية بالنظر إلى مساندة دولة الإمارات إلى التحالف العربي وإلى القدرة العسكرية للتحالف. من خلال التجارب السابقة حقا نجد أن هناك عمليات خاصة بالفعل كانت تقوم بها القوات المحلية مدعومة من الإمارات، أنا أعتقد أنها لن تستغرق من الوقت الكثير، خصوصا مع الخبرة التي تم اكتسابها واستخدام كافة القدرات العسكرية من الأباتشي وكذلك الأسلحة المدرعة، ومن ثم فإن هذه العمليات لا تستغرق الوقت الكثير وتكون حقيقة تقدم فيها انتصارات بارزة، ومن ثم يتم دحر التنظيم بشكل كبير وهو يمثل تهديد حقيقي في هذه المناطق تحديدا، لأنه يؤثر حتى على مستوى العمليات السيادية للدولة اليمنية وللتحالف العربي، وكذلك هذه المنطقة في الأساس يتم من خلال تهريب الأسلحة والنقل لميليشيا الحوثي، ومن ثم أيضا هو خنق للميليشيا أيضا الحوثي. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة دكتور فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة القانون، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.